السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة. وتشاهدون في هذه الحلقة: في يمن مونيتور، بطل اليمن في رياضة الجودو يعمل في ورشة لإصلاح السيارات. ومن موقع الموقع بوست، الحوثيون يحذرون المعلمين من تسلم رواتبهم من الحكومة الشرعية. وفي العربي الجديد، محافظ صعدة للعربي الجديد: سنعفو عن الذين لم تتلطخ أيديهم بالدم. ومن الشرق الأوسط، 200 مليون دولار تكلفة حفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد. صحيفة البيان: ومن الأخبار الأكثر قراءة، مطعم يقدم وجبات مجانية للعاطلين عن العمل. أهلا بكم. لا داعي للاستغراق طويلا في البحث عن البطل الأسيوي في لعبة الجودو حسين الجراح، الذي يعتبر حسب وصف موقع يمن مونيتور أحد أبرز لاعبي الجودو في اليمن، باعتباره حامل لقب بطل آسيا والعرب وأفضل لاعب أسيوي في العام 2008. قال الموقع إن الجراح أصبح يعمل ميكانيكي سيارات بإحدى الورش في مدينة ذمار اليمنية لطلب الرزق وإعالة أسرته. وكان حسين الجراح استهل مشاركته مع منتخب اليمن في العام 2002 في محافل خارجية متعددة، وقد حصد 8 ميداليات ذهبية في أوزان مختلفة، وتم تتويجه بذهبية آسيا ولقب أفضل لاعب في آسيا. حاليا البطل الجراح أصبح كغيره من الرياضيين في اليمن، لجأوا إلى ممارسة الأعمال الشاقة كخيار وحيد لتأمين رغيف العيش، خاصة بعد تقليص وزارة الشباب والرياضة لمرتبات الرياضيين ثم إيقافها بشكل تام. بعد أن تسببت ميليشيا الحوثي بحرمان الموظفين من مرتباتهم لخمسة أشهر، ها هي اليوم تواصل حرمانهم وتفرض ترفض أن تسلم المعلمون رواتبهم. وبحسب موقع الموقع بوست، فإن يحيى الحوثي وجه مدراء مكاتب التربية بعدم تسليم كشوفات الموظفين لأي جهة. وقال الموقع إن جماعة الحوثي أعلنت رفضها القاطع إرسال كشوفات موظفي التربية للحكومة الشرعية من أجل تسليم مرتبات الموظفين. وفي تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين، تحدث هذا التعميم بمنع تسليم بصورة قطعية إرسال أي كشوفات لموظفي الدولة لأي جهة. وتشير الوثيقة إلى أن أي توجيه صريح من يحيى الحوثي شقيق زعيم جماعة الحوثي إلى مدراء مكاتب التربية في أمانة العاصمة والمحافظات بعدم تسليم كشوفات الموظفين لديهم لأي جهة، منبها إياهم من مغبة وعواقب مخالفة ذلك التوجيه. الحوثيون مشروع فيد وفساد وسلطة، لا مشروع وطن. تحت هذا العنوان كتب عبد سعيد المغلس مقاله المنشور في موقع التغيير نت، ويقول الكاتب في أجزاء من هذا المقال: لعب الحوثيون على مشاعر اليمنيين الوطنية، وقدموا أنفسهم كمشروع وطني يمني يهدف إلى إنقاذ اليمنيين من معاناتهم من سلطة الرئيس السابق ونظامه وفساده، ورفعوا في انقلابهم شعارات إسقاط الحكومة الفاسدة وإسقاط الجرعة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. فمن حيث الشعار أرادوا إسقاط حكومة الوفاق ليمارسوا فسادهم، فلم يشهد تاريخ اليمن القديم والمعاصر فترة فساد كما يشهدها حكمهم الانقلابي. ورفعوا شعار تخفيض أسعار المشتقات النفطية ليمارسوا نهب وتجارة المشتقات النفطية، وتحولت الجرعة إلى جرعات تصب في جيوبهم لا جرعة تذهب لتمويل مشاريع الدولة. ورفعوا شعار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ليقضوا على مخرجات الحوار ومشروع الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة، وانطلقت جحافلهم تسيطر على المحافظات اليمنية لمنع المشروع، وحاولوا قتل الرئيس هادي بشتى الوسائل في صنعاء وعدن ليقتلوا شرعية المشروع الوطني. برزت ثقافة الفيد والهيمنة والإخضاع المحرك الأساسي لهم ولانقلابهم، وانكشفت نواياهم الحقيقية
وبرز مشروعهم الحقيقي في السلطة والتسليط والسيطرة على الثورة، وتحالفوا مع الرئيس السابق وحوثنوا الدولة ومناصبها. فمنذ اجتياحهم العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر عام 2014 أحكم الحوثيون سيطرتهم على الجهاز الإداري للدولة بطريقة مباشرة بالتوظيف المباشر لهم وغير المباشر لمن يدينون بالولاء لهم. وأدار الحوثيون المؤسسات الحكومية عبر مشرفين يتم تعيينهم رأسا من عبد الملك الحوثي، ولا يتم الإشارة لهم في وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة لسيطرتهم. بالانتقال إلى موقع تغيير نت والذي علق في صفحته الرئيسية: الحكومة اليمنية تسحب البساط من تحت الانقلابيين. قال الموقع أنه في ظروف استثنائية وخاصة تعمل الحكومة اليمنية بصمت من العاصمة المؤقتة عدن لحلحلة المشكلات التي راكمها انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية، وهي خطوات يصفها مراقبون بأنها تصب في خانة إنهاء الانقلاب إداريا وماليا. يضيف الموقع: تتمثل الظروف الاستثنائية في انعدام المباني المخصصة لممارسة أعضاء الحكومة مهامهم بسبب تدمير معظم البنية التحتية أثناء الحرب في عدن. ولهذه الأسباب فإن الرئيس ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يمارسون مهامهم من قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، لكن الكادر الحكومي التنفيذي في مؤسسات الدولة وكثيرا من الوزراء صاروا يمارسون مهامهم في مكاتب اعتيادية وغير مجهزة في أنحاء متفرقة من المدينة في محاولة لعدم الرضوخ للظروف الراهنة وخصوصا المالية. موقع مندب بريس يتحدث في صفحته الرئيسية بعنوان: دبلوماسي ترامب أكد أن اليمن ستكون من أولوياته، حيث قال سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك إنه التقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي أكد أن اليمن سيكون على أو ستكون اليمن على قائمة أولوياته. جاء ذلك خلال احتفال نظم للسلك الدبلوماسي في الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف بن مبارك أنه تحدث مع ترامب حول الأوضاع في اليمن، وأن الأخير أكد له أن اليمن التي تشهد حربا منذ عامين ستكون من أولوياته، ودون أن يذكر المزيد من التفاصيل. موقع المشاهد نت نتابع منه في الجانب السياسي: المبعوث الدولي يرجي زيارته إلى صنعاء. يقول الموقع أن الوسيط الدولي أجرى على مدى أيامه الماضية سلسلة لقاءات مع مسؤولين يمنيين وخليجيين ودبلوماسيين غربيين ضمن جولة جديدة في المنطقة استهلها من الرياض والدوحة ومسقط وعدن، وتقوده أيضا إلى صنعاء للقاء الحوثيين وحلفائهم في حزب المؤتمر الشعبي. وتأمل الأمم المتحدة في دفع الأطراف اليمنية إلى جولة حاسمة من المفاوضات حول خطط أممية للحل السياسي والأمني تتضمن انسحاب الحوثيين وحلفائهم من العاصمة صنعاء وتسليم أسلحتهم البالستية لطرف محايد مقابل المشاركة في حكومة وحدة وطنية. يتابع الموقع: فشلت 4 جولات من المفاوضات منذ اندلاع الحرب الطاحنة في إحراز أي اختراق توافقي يضع حداً للصراع الدامي الذي خلف أكثر من 10,000 قتيل و3 ملايين نازح على أقل تقدير. بمقال تحت عنوان: لا أحد يكتب ماضيه الجمهوري عنواناً لزمن ملكي بلا ملك، أجاب الكاتب اليمني محمود ياسين عن سؤال لدار نينوى كان قد سأل فيه صاحب الدار عن عنوانه ليبعث له بنسخة من الرواية التي طبعتها للكاتب مؤخرا. ويقول الكاتب: أنا بلا عنوان، لم يعد لدي صندوق بريد، ومقر الصحيفة منح مكاني لمقاتل صادر وظيفتي وعنواني واتكأ على غيابي. فكرت أن أخبره أن العنوان هو الجمهورية اليمنية، صنعاء الحصبة، عمارة الصلاهم، الدور الخامس، صحيفة الصحوة، لكنني تراجعت حتى لا يلقي حوثي المطار القبض علي بتهمة الماضي الذي كنت فيه صحفياً مع الإصلاح. أما الجمهورية اليمنية فقد تراجعت عن كتابة اسمها، ذلك ألا أحد يكتب ماضيه الجمهوري عنواناً لزمن ملكي بلا ملك. وصنعاء لم تعد عنواناً لغير المطلوبين لخوف الليالي التي تتلقى قصفاً من الجو، وعلى الأرض كل الهواجس في التفرعات. لا عنوان لدي يا ناشر الرواية اليمنية، يمكنك من بيروت شحن روايتي على أول سفينة تصادفك بلا عنوان ولا وجهة، فقط أكتب على الصندوق
إلى راو سرد حكاية لم يعد لديها مكان. وفي عرض المحيط ستبحث روايتي عن ضفة لرجل سرد حكاية وفقد العنوان، أرسلها للمجهول. المجهول هو عنواني يا رئيس دار نشر نينوى، هو عنواني. قالت صحيفة تعز المقاومة في صدر صفحتها الأولى إن صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع تشهد حالات فرار كبيرة من جبهات القتال في الساحل الغربي للمحافظة والمناطق القريبة من المواجهات في ذباب تحديدا، جراء استمرار زحف قوات الجيش الوطني والمقاومة المسنودة بطيران التحالف العربي. وتقول الصحيفة إن حالة من الذعر تسود أوساط الميليشيا الإنقلابية جراء الانتصارات التي تحرزها قوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات وانحسار الانقلاب الذي يظهر عاجزا أمام مد الشرعية. وذكرت مصادر موثوقة أن عناصر الميليشيا الإنقلابية يلجؤون لبيع أسلحتهم الشخصية الكلاشينكوف لمهربين من أبناء المناطق في ذباب مقابل تهريبهم باتجاه مدينة المخا ومنطقة الخوخة بعيدا عن نقاط الميليشيا، خوفا من إجبارهم على العودة إلى الجبهات أو تعرضهم لعقوبات إجرامية قد تصل حد القتل. إلى محافظة شبوة، حيث عنون موقع الاشتراكي نت في صفحته الرئيسية: الميليشيا تختطف أكثر من 40 مواطنا ببيحان بعد مقتل أحد قيادتها. مصادر قبلية قالت للاشتراكي نت إن الميليشيا هاجمت بعض المنازل والمارة من المواطنين وسط سوق مدينة بيحان العليا. وبحسب المصادر فإن الميليشيا اختطفت أكثر من 40 مدنيا بينهم عشرات الأطفال أعمارهم تحت سن 15، فيما لم يعرف مكان تواجدهم حتى اللحظة. وأوضحت المصادر أن الميليشيا نفذت حملة اعتقالات بعد مقتل أحد قياداتها الميدانيين وإصابة سائقه على يد جماعة مسلحة من المقاومة الشعبية في بيحان. ويتابع الموقع: تواصل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية قصفها المدفعي والصاروخي مستهدفة مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي وصالح في المحافظة. وقبل قراءة أهم ما ورد في الصحف العربية مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نذهب الآن إلى صحيفة العربية الجديدة التي عنونت في إحدى صفحاتها: محافظ صعدة للعربي الجديد سنعفو عن الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء. يقول المحافظ هادي طرشان الوائلي إن صعدة عانت كثيرا من 6 حروب تدميرية كانت تدور رحاها فوق رؤوس أبناء المحافظة. وفي ثنايا هذه الحروب الست أكثر من 22 حربا استهدفت كل المناوئين وكل المعارضين لحركة الحوثي سواء اجتماعيا أو سياسيا أو مذهبيا. وأكد المحافظ أن الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء سيكون هناك عفو عنه، ونحن على استعداد أن نقبل المغرر بهم كمواطنين صالحين إذا تركوا السلاح وانطلقوا إلى الحياة وليس إلى الموت. وعن استمرار الحرب يقول المحافظ: نحن لا نريد الحرب ولا الدمار وسفك الدماء والقتل، وإنما أجبرنا عليها اضطرارا للقيام بهذا العمل، لأنه لا يمكن أبدا أن نترك الأمور تسير كما كان يخطط لها. ويتابع: لا يمكننا أن نترك أبناء اليمن ومستقبل البلد تحت تصرف هذه الميليشيا الإجرامية التي جاءتنا بهذا المشروع التدميري بكل ما تعنيه الكلمة من تدمير للفكر والإنسان والقيم والنسيج الاجتماعي. أما صحيفة الاتحاد تابعت الوضع السياسي في اليمن وعنونت: المبعوث الأممي يدعو لوقف القتال وتشكيل حكومة شاملة. أكد المبعوث الأممي على أهمية وقف الأعمال العدائية في اليمن للسماح بالتوسع في تقديم المساعدة الإنسانية والمساعدة من أجل خلق بيئة مؤاتية لعملية السلام. وقال ولد الشيخ أحمد: لقد ناقشت مع هذه العناصر الرئيسية للاتفاق الشامل استنادا على مشاورات الكويت التي ستساعد على إنهاء الحرب في اليمن والعودة إلى انتقال سلمي ومنظم، وطلبت منه أن يتصرف بسرعة وبطريقة بناءة مع اقتراح الأمم المتحدة من أجل مستقبل اليمن. وقالت الصحيفة مستندة إلى تصريحات الوفد الأممي أن حالة الجمود السياسي الحالي هي التي تسبب الموت والدمار كل يوم، وأن الطريقة الوحيدة لإيقاف ذلك هو تجديد وقف الأعمال العدائية
تليها مشاورات لوضع اتفاق شامل. وحمل ولد الشيخ أحمد النخب السياسية اليمنية مسؤولية حماية الناس من مزيد من الضرر وحماية مستقبل بلدهم والالتزام بالتوصل إلى تسوية سلمية. أما بالانتقال إلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي عنونت الرئيس هادي يستقبل يمنيا استشهد 4 من أبنائه في مواجهة الانقلابيين. تقول الصحيفة إن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي استقبل بقصر معاشيق المواطن اليمني الخضر علي الصري من أبناء مودية بمحافظة أبين، والذي استشهد 4 من أبنائه خلال المعارك التي خاضتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني ضد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وأشاد هادي بمواقف هذه الأسرة المناضلة الصابرة التي اجترحت المواقف والمآثر دون الالتفات إلى الوراء لإيمانها العميق بانتصار مفاهيم العدالة والحق والمثل العليا. وقال الخضر علي الصري إن مديرية مودية بمحافظة أبين قدمت طابورا طويلا من الشهداء والجرحى كغيرها من مناطق ومحافظات الوطن الذي مثلت بتضحياتها تعزيز اللحمة الوطنية وروح الجسد الواحد. اليمن وحتمية الكتلة الوطنية، تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد، ويقول في جزء من هذا المقال: بعد مرور 2 على الانقلاب الذي أدخل اليمن في حرب أهلية وإقليمية طاحنة، وما سيخلفه هذا الوضع من دمار لن يتوقف على المباني والجسور والطرقات، بل دمار مهول على كل المستويات، وفي مقدمتها وأخطرها تدمير النسيج الوطني والاجتماعي الذي صمد حتى اللحظة أمام سعار التهييج الطائفي والمناطقي والجهوي الذي كان يراد زج اليمن نحوه. مجتمعات ما بعد الحروب الأهلية مريضة ومحطمة قطعا، والوصول إلى تلك المرحلة يستلزم الوقوف كثيرا أمام تجارب عديدة لمجتمعات عاشت هذه الأوضاع وما جنته بعدها من تمزق في نسيجها الاجتماعي والوطني، ما يتطلب جهودا كبيرة وجبارة من النخب الثقافية والفكرية والسياسية لوضع التصورات والرؤى للحلول والمعالجات الوطنية التي تسهم في تجاوز تلك المرحلة. صحيح أن المعركة مع الانقلاب في اليمن لم تحسم بعد بشكلها النهائي، لكن كل المؤشرات تقول إن سقوط الانقلاب ليس سوى مسألة وقت فقط، ما يتطلب مزيدا من العمل والاستعداد النفسي والذهني من الجميع للتعامل مع مرحلة ما بعد الانقلاب، باعتبارها تلك المرحلة ما ستحدد طبيعة التجربة المستفادة من نتائج هذه الحرب وحجمها، وكيف يمكن إعادة البناء النفسي والاجتماعي للمجتمع الذي ضحى كثيرا خلال هذه الحرب وعانى كثيرا أيضا. ومن أولى أولويات مرحلة ما بعد الانقلاب ستكون مسألة العدالة الانتقالية مدخلا حقيقيا لمرحلة ما بعد الحرب. إلى الخبر الأكثر قراءة في صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت 200 مليون دولار تكلفة حفل تنصيب ترامب وحجوزات الفنادق شبه كاملة. وقالت الصحيفة تجري التحضيرات على قدم وساق في مبنى الكابيتول استعدادا لمراسيم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي 45 دونالد ترامب ونائبه مايك بينس غدا. ووفقا للتقاليد الأمريكية تبدأ مراسيم حفل التنصيب في تمام الساعة 12 من ظهر الجمعة، ويشارك فيها 4 رؤساء أمريكيين هم باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون وجيمي كارتر، إضافة إلى أعضاء الكونغرس وقضاة المحكمة الدستورية العليا وعدد من السياسيين والشخصيات العامة والمشاهير من نجوم المجتمع والزعماء الدينيين. وقد أبدى عدد من الديمقراطيين رفضهم حضور الحفل، إضافة إلى عدد من نجوم الغناء مثل إيلتون جون. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن التكاليف المبدئية لحفل التنصيب وما يصاحبها من استعدادات تصل إلى 200 مليون دولار. بالتحول إلى صحيفة البيان الإماراتية عنونت: مطعم يقدم وجبات مجانية للعاطلين عن العمل. تقول الصحيفة: لا تستغرب إذا كنت تسير في أحد شوارع دبي وصادفتك على باب أحد مطاعمها لوحة مكتوب عليها: إذا كنت عاطلا عن العمل كل وادفع في حين ميسرة. وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة هي مبادرة خيرية تتواءم مع روح البذل والعطاء بين الناس،
وتقول الصحيفة إن المطعم يقدم وجبات غذائية متكاملة لكل شخص محتاج أو عاطل عن العمل، يطرق الباب باب المطعم حيث يمكنه التعريف بنفسه وحاجته فيحصل فورا على وجبة غذائية، يعني وجبة غذائية كاملة دون مقابل. الكاتب المغربي عزيز الحدادي كتب في صحيفة القدس مقالا تحت عنوان رئيس العبودية والاستبداد، تحدث فيه عن واحدة من أوجه الاستبداد. نجد أن كل الطغاة يدعون انتسابهم إلى شجرة النبوة بغية إثبات أحقية سيطرتهم، فالحاكم الكاريزمي يتوفر على قدرات فوق طبيعية وإنسانية، ولذلك فإن الخضوع لسلطته يكون مقدسا، ولعل أساس هذه السلطة يصبح عاطفيا لا عقلانيا، مما يحكم على النقد بالإعدام، لأن الكل يخضع بالقوة والأيديولوجية، وهذه الشرعية المطلقة تجعل الاعتراف يكون مطلقا والخضوع مطلقا والثقة عمياء ومتعصبة في غياب كل مراقبة وكل نقد. وسيرا وراء هذا التفكيك النقدي لشخصية الحاكم يتضح أن السلطة عندنا هي توهيم وخداع للشعب لتحقيق أهداف وغايات لا يعرفها الجمهور، والحقيقة السياسية تقول إنه ينبغي أن تكون هناك جدلية بين الحاكم والمحكوم تؤسس طاعة الأفراد على مصلحتهم، وتمنح للشرعية ميثاقها الاجتماعي الذي ينبثق عن العقد الاجتماعي. أفريقيا في أسبوع، مجموعة من أهم اللقطات التي رصدتها عدسات الصحافة في أفريقيا خلال الأسبوع الحالي وقد نشرتها شبكة البي بي سي. نتابع هذه الصور التي وثقت مراحل وأحداث هامة في واحدة من أكثر القارة دهشة وحضوراً. إذن مشاهدينا نترككم الآن مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة في أمان الله.